إذن للتسجيل إخواني الكرام ننزل إلى الأسفل ونضغط على Register Account for Free. علينا إذن ملء هذه البيانات. أولا عليك اختيار Personal، لا تضغط على Business لأن Business متعلق بالشركات وموقع الربح إلى غير ذلك. أنت تختار Personal ثم تختار الاسم. هناك نقطة أريد الإشارة إليها، المعلومات أخي الكريم التي ستزودها يجب أن تكون معلومات صحيحة لأنك تتعامل مع بنك، وبالتالي إذا قمت بتزويد بمعلومات خاطئة ستواجه مشاكل لاحقا في تعاملك مع البنك. إذا الاسم، اختار الاسم. اللقب والإيميل. وتختار هنا كلمة المرور، يجب أن تكون كلمة المرور تتكون من 7 حروف كما يقول هنا. We recommend using only difficult password containing at least 7 characters including upper and lower case letters and numbers. يعني هنا يقول لك على الأقل، أو يجب أن يكون هذه المرور يعني صعبة بعض الشيء، تحتوي على الأقل على سبعة حروف. يكون في هذه الحروف يحتوي، يكون هنالك حرف واحد كبير وحرف صغير على الأقل بالإضافة إلى أعداد. إذن تختار كلمة مرور. وبعدها أخي الكريم تقوم بسحب هذه العلامة الخضراء إلى هذا المكان ثم تضغط على Register. ويتم الآن يعني فتح حساب. إذا هذه العلامة نقوم بنزعها لأنها تطلب منك يعني التفعيل إلى غير ذلك. هذا هو إخواني الكرام، هذه هي الواجهة الرسمية للبنك كما ترون. الآن بعد القيام بعملية التسجيل نمر إلى كيفية تفعيل الحساب. إذن للتفعيل نذهب إلى هنا الاسم، تضغط على اسمك هنا وتدخل وتقوم بملء البيانات التي ستظهر هنا، تقوم بإكمال كل هذه البيانات. لا يعني ليس هناك حاجة لكتابة سكايب لأنه ليس ضروري. تقوم باختيار البلد والمدينة والرمز البريدي ثم العنوان الخاص بك. أخي العزيز يجب أن تكون هذه المعلومات صحيحة، لا تقوم بتزويد معلومات خاطئة لأنك إذا وضعت مثلا عنوان خاطئ فلن تصلك البطاقة عندما تطلبها بعد ذلك. يعني أوصيكم بالحذر في هذا الأمر، لا تقوم بالتزويد بمعلومات خاطئة. بعد ذلك يعني تختار البلد ورقم الهاتف وهنا اللغة إلى غير ذلك لا يهم، وتقوم بالضغط على سيف. بعد الضغط على سيف يتم يعني حفظ تلك المعلومات. هنا كما ترون change password إذا أردت تغيير رقم السر أو كلمة المرور، payment templates إلى غير ذلك، notifications هنا الذي لا تهمنا، نحن ما يهمنا هو verification. تقوم بالضغط على verification فيأخذك إلى هذه الصفحة. كما ترون هنالك 3 خطوات سنقوم بها من أجل تفعيل الحساب. الخطوة الأولى وهي التزويد بوثيقة، وثيقة التعريف، يعني تقوم بإرسال صورة لجواز السفر الخاص بك أو بطاقة التعريف أو رخصة السياقة. هنا يعني يأمرك بها كما ترى passport driving license both sides، يعني إذا كانت رخصة السياقة تقوم بتصوير رخصة السياقة من جهتين، الجهة الأمامية والجهة الخلفية. نفس الشيء بالنسبة لي national ID يعني بطاقة التعريف، تقوم بتصويرها على الجهتين. هنا كما يقول لك how long does verification take، يقول لك normally يعني من المفترض أن تأخذ وتستغرق هذه العملية من 5 إلى 7 أيام. إذا تقوم بالضغط على هذه الخانة الخضراء وتختار، يعني تقوم باختيار الصورة التي تريد أن تقوم بإرسالها سواء كانت جواز سفر أو بطاقة تعريف أو رخصة السياقة. ثم تنتقل هنا إلى العنوان، إثبات العنوان. تقوم هنا يقول لك الأمر التي سيقبلها، هو يقبل utility bill وصل يعني الكهرباء أو الغاز أو الماء، أو وصل الهاتف أو الإنترنت أو يعني شيء من هذا القبيل. هنا البنك يعني كشف بنكي لحسابك، تقوم بإرساله يقبله أيضا. وهنا confirmation letter يعني هذه الأمور لا تهم، يعني الأمور الثلاثة هي التي يعني متوفرة لدينا ويمكنكم الجميع يمكنه إحضارها. إذا حتى يقبل هذه البطاقة وهي بطاقة إثبات العنوان يجب أن يكون في البطاقة، يجب أن تتوفر على اسمك كاملا. The document needs to contain your address، يجب أن يظهر في البطاقة أو في الكشف
أو في الوثيقة يجب أن يظهر العنوان كاملا. The document cannot be older than 3 months، يعني لا يجب أن تتجاوز الوثيقة 3 أشهر، وإلا فإنه سيرفضها. How long does verification take؟ يعني نفس الشيء، من 5 إلى 7 أيام. ثم تضغط هنا، تقوم بتحميل الوثيقة وتضغط على envoy أو send. أو الخطوة الأخيرة وهي تفعيل الهاتف. الهاتف لن يأخذ منك الكثير أخي العزيز، فقط بضع دقائق ويتم تفعيل الهاتف. بالنسبة للخطوات الأخرى يعني تأخذ ربما يومين. أنا شخصيا يعني تم تفعيل حسابي في 2 أو 3 أيام على ما أعتقد، لم يستغرق الأمر الكثير. وبالتالي أنتم نفس الشيء، يعني سيتم تفعيل الحساب في وقت قصير. إذن كان هذا كيفية تفعيل الحساب. الآن نمر إلى كيفية شحن حسابك من أجل أن تقوم بطلب البطاقة، لأنك لن تستطيع طلب البطاقة من دون ورصيدك صفر. إذن من أجل يعني من أجل شحن الحساب، نذهب هنا أخي العزيز إلى Deposit Funds، وتقوم باختيار المبلغ الذي تريد شحنه هنا. يعني نفترض 10 دولار، تقوم بشحن 10 دولار كما ترون، أو تقوم باختيار الأورو إذا أردت إلى غير ذلك، ولكن نختار الدولار. هنا يقول لك إذا كنت تريد الشحن عن طريق البنوك، عن طريق بنك يعني كما ترون هنا، ولكن نحن نختار الإي كارنسيز ونختار واحدة من هذه. إذا كان لديك الفاير على سبيل المثال يعني تتوفر فيه على أموال رصيد، يمكنك شحن عن طريق الفاير، ولكن الأفضل أنا أنصحكم بالبيتكوين لأنه صفر رسوم كما ترون، لا يوجد رسوم. تقوم بشحن 10 دولار تصلك 10، تضغط على البيتكوين وتقوم بضغط على كونفيرم، نعم أريد أن أواصل القيام بهذه العملية. هنا يعطي لك يعني الأدرس أو العنوان، نعم عنوان البيتكوين رسالة الأدرس، تقوم بنسخه وأخذه إلى محفظتك والقيام بعملية النقل، ثم تنتظر دقيقة أو دقيقتين وتضغط على I have paid، فيظهر لك يعني هذا الأمر، يظهر لك بأنك قمت بالدفع هنا transaction search، تظهر لك العملية هنا. أحيانا تقوم أو يعني يستغرق هذا الوقت بضع دقائق، وبالتالي لا تقلق أخي العزيز، سيصل الدفع بعد دقائق من قيامك به. إذن بعد شحن حسابك سيظهر مباشرة الرصيد هنا، يعني لا يظهر في الأورو أو في البيتكوين أو شيء من هذا، لا يوجد بيتكوين هنا، لا توجد محفظة للبيتكوين. مباشرة بعد شحنك للحساب يظهر هنا 10 دولار في المحفظة الخاصة بالدولار. إذن الآن أخي الكريم وبعد شحنك للحساب نمر إلى كيفية طلب البطاقة، فابقوا معي. إذن أخي الكريم من أجل طلب البطاقة نذهب إلى هنا Create Card، وتقوم باختيار عملة البطاقة تريدها بالأورو أو بالدولار، يعني نحن نختار على سبيل المثال الدولار كما هي، ونضغط على Continue. يظهر لنا يعني اختيارين، هذا الاختيار هو خاص ببطاقة أو يعني بالبطاقة الافتراضية، يعني ليست بلاستيكية وليست ملموسة، سعرها 1 دولار فقط كما ترون، تستعملها في الدفع وفي يعني الشراء إلى غير ذلك. المهم نحن ما يهمنا هو البطاقة البلاستيكية، هذه هي سعرها 5 دولار. كما سبق وذكرت، إذا لم يكن لديك يعني رصيد في الحساب الخاص بك في البنك فلا تقوم بالتسجيل في البنك، لأن البطاقة يعني سيتغير سعرها ولن تبقى. إذا يعني تجاوزت، إذا تسجلت في البنك وتجاوزت 7 أيام من دون طلب البطاقة، فإن سعرها سيتغير ويصبح 10 دولار أو 15 دولار على ما أعتقد، يعني بين 10 أو 15، وبالتالي يفوتك هذا العرض. لا تتسجل أخي العزيز إذا لم تكن تملك رصيد، يعني إذا لم تكن تملك المال من أجل شحن حسابك من أجل طلب البطاقة فلا تتسجل، وانتظر حتى يكون لديك مال، تسجل، اشحن الحساب وقم بطلب البطاقة مباشرة. أنا يعني شخصيا قمت بطلب البطاقة بمجرد تسجيلي، لم أنتظر حتى يعني التفعيل، لم أنتظر حتى التفعيل، طلبت البطاقة وبعد 2 أو 3 تم تفعيل حسابي. المهم من أجل طلب البطاقة يعني نرى بعض المميزات الخاصة بها. صفر يعني صفر رسوم، لا يوجد رسوم في شهرية. 0% لأي يعني تحويلات تقوم بها عن طريق الدولار. إذا قمت بالسحب عن طريق الدولار يتم خصم 2 دولار، إذا قمت بالسحب عن طريق يعني عملات أخرى فيتم خصم 3 دولارات. 90,000 يعني دولار كحد أعلى لسحب من الصرافات الآلية. 3,000 دولار يعني سحب يومي، يمكنك سحب إلى غاية 3,000 دولار يوميا من الصراف الآلي. 10,000 دولار يعني يمكنك شحنها يوميا ب10,000 دولار، لا يمكن شحن بأكثر من 10,000 دولار، يعني كما ترون يعني مبلغ عالي جدا. 2% لأي يعني تحويلات بين العملات. إذن
الآن كما رأيتم يعني هذه هي مميزات البطاقة البلاستيكية الخاصة ببنك أدفكاش. إذا لطلبها أخي الكريم تضغط على Order بلاستيكا، تقوم هنا بملء هذه الخانات كما ترون، تاريخ الميلاد الخاص بك كما ترى هنا، وهنا تختار يعني المحفظة التي تريد الدفع بها هنا، يعني إذا كان لديك المال أو في الرصيد الدولار تقوم باختيار الدولار، إذا كان في الأورو تقوم باختيار الأورو، وإذا كان في الروبل تقوم باختيار الروبل. هنا كرنسي كارد أو العملة الخاصة بالبطاقة، يعني اخترناها بالدولار. هنا كما ترى تلاحظون إذا أردت أن تصلك عن طريق الإكسبرس أو الميل، نحن نتركها على الميل لأن الإكسبرس يعني السعر يعني باهظ جدا، نتركها في الميل، ثم نقوم بالضغط على I agree with the terms and conditions، يعني موافقة على شروط البطاقة، ونضغط على continue. أنا هنا يعني يظهر لي أنه insufficient funds، لا يوجد لدي يعني أموال في الرصيد، لا يمكنني طلب البطاقة. أنت أخي العزيز تضغط على continue فيتم مباشرة البدء في التحضير للبطاقة الخاصة بك وإرسالها إليك، وستصلك كما هو مذكور يعني ما بين يعني 2 إلى 6 أسابيع. إذا كان هذا أخي العزيز إخواني الأعزاء كيفية طلب البطاقة من بنك الأدف كاش. الآن نمر إلى شرح جميع هذه المميزات وكيفية استعمالها، فابقوا معي إخواني الأعزاء. إذا هذا البنك بنك الأدف كاش يعني يحتوي على الكثير ويتوفر على الكثير والكثير من المميزات الجد جد رائعة. إذا هنا كما لاحظنا قبل قليل يمكنك في هذه الخانة ديبوزيت فاندز، هنا يمكنك شحن الحساب، تقوم هنا باختيار المبلغ الذي تريده، وهنا كما سبق وذكرنا إذا أردت أن تختار الشحن عن طريق البنك تضغط على هنا، إذا كنت تريد الشحن عن طريق البنوك الأخرى أو البيتكوين تضغط هنا كما ترون، الباير باكسوم بيتكوين كما ترون، بيرفكت ماني كلها يعني كما ترون هنا الرسومات أمامها، البيتكوين 0 بيرفكت ماني 1.95، الأوكي باي 1% كما ترون، الرسومات جدا جدا منخفضة. أنصح الجميع بشحن الحساب عن طريق البيتكوين لأن الرسوم هي صفر، يعني إذا كنت تتوفر على رصيد في البيتكوين اشحن حسابك على الأدف كاش عن طريق البيتكوين لأنه لن يكلفك أي شيء. إذا هذا فيما يخص شحن حساب الأدف كاش. هنا موبايل فونز يعني لا يهمنا هذا الأمر. هنا فاند ترانسفر يمكنك التحويل عن طريق البنوك كما ترون، يمكنك الإرسال إلى محفظة أخرى أو إلى حساب أدف كاش آخر، تقوم هنا باختيار العملة أو المبلغ يعني المحفظة التي تريد استعمالها من أجل الإرسال، هنا تقوم باختيار المبلغ، تقوم بكتابة الإيميل الذي تريد أن إيميل الشخص الذي يعني تريد أن ترسل إليه، وهنا تختار يعني تعيد كتابة المبلغ الذي تريد أن يتم إرساله، وتضغط على continue فيتم الإرسال. هنا to an أدف كاش كارد إذا أردت أن تقوم به الإرسال إلى البطاقة الخاصة بك على سبيل المثال، تقوم بكتابة المبلغ وتختار هنا العملة التي تريد الإرسال عن طريقها، كما ترون هنا الفئة والرسوم هي 0.5 على العملية. Transfer to your advanced cash cards transfers to advanced cash cards of other customers، يعني يمكنك الإرسال إلى بطاقتك والإرسال إلى البطاقات الأخرى، بطاقات الكاش الأخرى يعني أدف كاش، تختار المبلغ أو المحفظة، المبلغ، الإيميل، وتعيد كتابة المبلغ. إذا أردت أن يعني تضيف رسالة إلى غير ذلك تضغط على Save هنا Recipient Detail وتضغط على Continue فيتم الإرسال. هنا إذا أردت أن يعني لاحظوا معي ميزة رائعة، يعني إذا كنت تتوفر على بطاقة فيزا أو ماستر كارد أخرى يمكنك حتى يعني الإرسال إليها، ليست أدف كاش، ليست يعني بطاقة ليس لديها علاقة ببنك الأدف كاش. على سبيل المثال أنا لدي بطاقة فيزا يمكنني أن أشحنها عن طريق الأدف كاش كما ترون، ولكن الرسوم هنا يعني مرتفعة بعض الشيء وهي $6 ك يعني الرسوم هو 1% على المبلغ يعني المبلغ الإجمالي. تقوم بكتابة المال يعني تختار يعني المحفظة التي تريد الإرسال منها، نفس الشيء يعني كل شيء يعني متشابه، تقوم بكتابة الأرقام 8 أو 16 الخاصة بالبطاقة، المعلومات الخاصة بها، تعيد كتابة المبلغ هنا، تريد أن تتبعه برسالة وتضغط على Save Recipient Detail وتقوم بالضغط على Continue فيتم الإرسال to e-currency. إذا كنت تريد هنا يعني الإرسال إلى هذه البنوك كما ترون أوكي باي بيرفكت ماني باير ياندكس ماني بيتكوين ويب ماني إي كوين إلى غير ذلك، كل هذه البنوك يمكنك الإرسال إليها أخي العزيز كما ترون، بنك فيه يعني قمة، هذا البنك رائع جدا، أنصح الجميع بالتسجيل فيه ويعني استعماله لأنه يسهل الكثير والكثير لكم يعني عن تجربة شخصية، والله يسهل الكثير، لا يعني تفوت فرصة التسجيل في هذا البنك وطلب بطاقته.
إذن هنا تو إيميل إذا أردت الإرسال إلى إيميل إلى شيء إلى غير ذلك، يعني شيء لا يهمنا هذا الأمر. هنا ترانزاكشن سيرش، جميع السحوبات والعمليات التي قمت بها عن طريق أو في هذا البنك تظهر هنا جميع التفاصيل. سبورت سيرفيس، هنا تقوم إذا واجهت مشكل على سبيل المثال في البنك يمكنك مراسلة الدعم. إذا أردت أن تقوم بإرسال تيكت أو رسالة تضغط هنا على تيكت سيستم وتقوم بكتابة يعني كرييت التيكت، هنا تضغط هنا وتقوم بكتابة المشكل الخاص بك سبجكت يعني الموضوع سبورت سيرفيس، وتقوم بكتابة المشكلة التي تواجهه مثلا وتضغط إذا كان لديك يعني المشكل إذا أردت تصويرها أو شيء من القبيل، تقوم برفع الصورة وتضغط على سند فيتم إرسال الرسالة إلى الدعم ويقومون بحل المشكل. هذا بالنسبة للتيكت سيستم. يمكنك أيضا يعني الاتصال بهم عن طريق سكايب، يعني هنالك أدرس كل شخص لديه هنا كما ترون، يعني هذا هو العنوان على سكايب، تضيفه على سكايب ويمكنك التحدث معهم إذا واجهت مشكلة، يعني إذا كنت تتقن الإنجليزية غير ذلك لا يوجد مشكل، مباشرة تضيفه في سكايب وتبدأ في التحدث وتعرض المشكلة التي تواجهها. هنا يعني أظن أننا قمنا بمعالجة جميع الأمور وجميع الخصائص المتعلقة بالبنك. هنا security settings يعني inbox، هنا من الرسائل التي تصلك، هنا هذا الأمر خاص بالإحالة غير ذلك. هنا إذا كان لديك يعني واجهت مشكل أو غير ذلك يمكنك يعني الإرسال أو تبليغه من هنا. إذا إخواني الكرام نأتي هنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى إن شاء الله أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تساؤلات واستفسارات سأترك لكم رابط حسابي على الفيسبوك، يمكنكم إضافتي ومراسلتي وسأحاول إن شاء الله الإجابة عن جميع أسئلتكم واستفساراتكم. تبقى لي أن أشكركم جزيلا الشكر على المشاهدة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.